الاحلام احلم زي ما انت عايز، يعني بالذات بكره، يعني الماتش ده انت احنا مستنيينه من اول السيزون، من قبل السيزون ما يبدا، بتستنى ماتشات كده معينه زي ماتش الاهلي والزمالك، الاهلي والاسماعيلي، الاهلي وبيراميدز، غير بقيه الماتشات شويه. يعني طبعا نفسك في كل ماتشات الاهلي يكسب، لكن الماتشات دي بتبقى عايز ايه، يعني عايز الفرقه تدلعك كده وانت قاعد بتتفرج، تحس انك انت ايه 90 دقيقه جرعه من المتعه ومن الاثاره ومن المهاره ومن وفي النهايه طبعا النتيجه تكون لصالحك. ده ماتش بيراميدز بكره، ده اللي الجمهور عايزه. لكن الظروف اللي احنا بنمر بيها ممكن تخلي مستر موسيماني يحسب الحسابات ويعيد التفكير ويفكر مره واثنين وثلاثه في هو عايز ايه من ماتش بكره. هو مش بيبص للامور من وجهه نظر الجمهور، هو بيبص للامور من وجهه نظر مدير فني مطلوب منه في يحقق اهداف ليها اولويه، والاهداف دي في المرحله الحاليه اعتقد مستر موسيماني اللي لخصها لك 3 بونت، انا عايز اطلع بكره بالماتش ده ب3 بونت. متفق كابتن ضيا مع ده ولا شايف انه لا؟ متفق جدا. السيناريو ممكن من وجهه جداً. نظر موسيماني تحديدا. لا انا متفق جدا جدا جدا، بس هي المشكله في طريقه اللعب، يعني ممكن موسيماني يفاجئ الناس كلها بكره يلعب ب3. يبدا ب3، 3-4-3 ممكن جدا يكون ده تفكيره، يقول لك انا عايز اضغط واملى نص الملعب، يحط مثلا هو معلش يعني خليني الخص، لو الاهلي عنده مشكله، لو الاهلي عنده مشكله، عنده مشكله فين يا كابتن ضيا؟ في خط الدفاع، في طبعا القلب، سرد باكين، في السرد باكين. بص يا احمد انا بقول لك مشكله كبيره الخط ده، رغم انك عندك 6-7 اسماء محترمه فيه، لكن مفيش 2 مكملين مع بعض، وانا عارف ان الحته دي حتتك. حتتي يعني ولازم لازم بص يعني لازم يا احمد اتنين يقعدوا بقى، يبقى لازم ملهاش حل. كل شويه اغير ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده، مش هلاقي دلوقتي بدر بنون. بس خد بالك انت اجباري، انت متولي بعيد، بدر بنون بعيد، ايمن اشرف وياسر ابراهيم. انا ما قلتش لا، انا قلت لا، بس احاول اثبت بقى ان شاء الله اطلع ناشئ. ما فيش مشكله، احنا لما لعبنا يا احمد بقول لك لعبنا احنا صغيرين، النادي الاهلي فيه بس ادي الثقه، ادي اسبورت ليك جدا جدا انك انت تاخد وما يهمكش، ما فيش مشكله بالنسبه لك، بس تختار صح. نمره واحد، انا ممكن اوظف ديفندر والعبه جنب حد من الاثنين اللي فايقين، مش شرط الاعب سرد باكين، هما سرد باكين. صدقني ياما كتير جدا 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 كان هادي خشبه في وقت من الاوقات لعب سرد باك، مظبوط. ياما ابراهيم سعيد لعب سرد باك، ياما حسام غالي لعب سرد باك. ايه المشكله؟ انت عندك لعيبه الكواليتي بتاعتها عاليه جدا، فما فيش مشكله بالنسبه لي. اللي فاهم غير اللي حافظ. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا قلقان من القلب. الاهلي عنده مشكله بين الطرفين والسرد باكين، سواء اليمين او الشمال. في كل الناس دلوقتي، كل الناس لو جبت اي حد من بره يقول لك انا خايف من ظهر معلول ومحمد هاني، خايف من ظهرهم. تمام. عشان كده ممكن موسيماني يفكر في حاجه كويس قوي، يقول لك انا بلعب بثلاثه، يلعب بثلاثه سرد باكات، ويخلي عادي جدا جدا معلول، ويخلي محمد هاني طايرين مع الثلاثة اللي موجودين في نص الملعب، ممكن واحد فيهم يتأخر. انا ممكن اقول لك ما نلعب 4-2-3-1 وتخلي معلول وهاني. انا بعشق الطريقة دي على فكرة، خلي بالك الطريقة دي انا بعشقها، ودي كانت طريقتي انا في انا بعشقها. انا بثبت الاثنين الديفندرات وواجبات، يعني مش شرط يبقوا كده يا احمد، لا ممكن يبقوا كده، ممكن يبقوا كده، ممكن الاثنين يبقوا راجعين ورا جدا في ظهر السد حسب الفرقة اللي بتلاعبني. بس انا بعشق بصراحة 4-2-3-1، انا بحبها ومقتنع بيها جدا، بس ليها اولويات. الطرفين اللي في الاربعه اللي هم في الثلاثه اللي في الثلاثه دول لازم يبقى لهم ادوار دفاعيه بحته، سواء عبد القادر او مين او اللي هيلعب بقى بيرسي اللي هيلعب يعني او بيرسي ده لازم يعني انزل يعني. انزل امر مرور الكرام واقول انا متواجد وانا بنزل زياده عدد، بس ما بقطعش وماليش التزام دفاعي، بس معلش ومامسكش بيرسي تاو عبد القادر ما عندهم، يعني اللي شايفه منهم لغايه دلوقتي ما عندهمش الحته دي، ما بيرجعوش وحتى لو رجعوا مش فعالين، ما عندهمش مش فعالين، مش بتاع يعني زياده ما لهاش دور.